بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الحد الثاني من هاتور، وبيتقرى برضو إنجيل المثل للزارع، عشان زي احنا ما احنا عارفين إنه شهر هاتور هو شهر الزراعة في مصر. فالكنيسة عايزة تقول لنا يعني إن فيه نوع مهم جدا من الزراعة اليومية، الزراعة اليومية مش الموسمية، اللي المفروض نهتم بيها في حياتنا. هقرا معاكم الفصل وفصل صغير من انجيل متى، وبعدين هقرا تكمله كلام السيد المسيح من متى 13 اللي بيشرح فيها المثل، وبعد كده ناخد يعني كم نقطه روحيه فيهم. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند عبر البحر، فاجتمع اليه جموع كثيره حتى انه صعد الى السفينه وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ. فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم يكن له عمق أرض، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل كفة. وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. ده الإنجيل بتاع النهاردة، وبعد كده ناخد كمان من أول عدد 18 في نفس الإصحاح كلام السيد المسيح بيقول إيه: اسمعوا أنتم مثل الزارع، كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم، فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين، فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. والمجد لله دائما أبديا أمين. في بداية الكلام بيقول: خرج يسوع من البيت وجلس عند عبر البحر. ودي لو احنا فهمناها بمعنى رمزي، انه السيد المسيح ساب السماء وجه للعالم بتاعنا علشان يعلمنا الطريق اللي احنا نسلك فيه. البحر يشير للعالم المضطرب، والسيد المسيح جه علشان يردنا ليه مرة تانية. احنا عارفين ان التجسد له ثلاث اهداف رئيسية. اول حاجة فداء البشرية، تاني حاجة تقديس الطبيعة بتاعتنا وتجديدها باتحاده بالطبيعة بتاعتنا، جددنا وخلق فينا إنسان جديد، وتالت حاجة إنه يعرفنا الآب، يعرفنا عن الله، إحنا اللي تغربنا عن الله، يعرفنا عن الله. وقال كده: ليس أحد يعرف الآب إلا الإبن والذي يريد الإبن أن يعلن له. بس فيش حد تاني هيعرف طريق ربنا. لا أحد يعرف الآب إلا الإبن والذي يريد الإبن أن يعلن له. وقال في موضع تاني، قال: لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي، through me، إلا عن طريقي أنا. فهو جاي عشان يعرفنا. بس الإنسان بسبب أنه ضعيف جدا في الرؤية بتاعته، وضعيف جدا في الإيمان، وضعيف جدا في المستوى الروحي، فبدأ معانا بأبسط حاجة، قعد يحكي معانا حكايات، شوية أمثال كده، يحكي حكايات.
وشوية شوية بدأ يشرح لنا ويفهمنا لحد لما عطانا الروح القدس اللي يعلمنا كل شيء ويذكرنا بكل ما قالوا لنا. ويشرح لنا جميع الحق. لكن كانت البداية بأمثال بسيطة. خرج يسوع من البيت، تنازل وتجسد من السماء من بيته، وجلس عند عبر البحر، جلس معانا في الجو بتاعنا في الظروف بتاعتنا، وبدأ يكلمنا بأمثال. مثل الزارع الحقيقة من الأمثال اللي احنا يعني أنا كاتب فيه زي كتاب، وأبونا طبعا كاتب كتاب كبير عن الأمثال كلها بتاعت السيد المسيح، يعني اللي ما اقتناش الكتاب ده يعني يقتنيه من المكتبة، كتاب مهم وجميل، 38 مثل أبونا مرقس كاتبهم، دراسة قوية يعني في أمثال المسيح وشرح كامل لكل مثل. وأنا كاتب حاجة بسيطة عن مثل الزارع، مش حاجة عايز أكرر منها حاجة النهاردة، ممكن تلاقوها موجودة يعني على الترابيزة بره أو في المكتبة. اللي أنا بفكر فيه النهاردة إنه الأرض بتاعتنا دي اللي بتنزل عليها كلمة ربنا، وربنا بيقول كده كلمة الملكوت، سماها كلمة الملكوت، يعني كلمة تدخل تدي حياة أبدية للإنسان. تعرفين طبعا الثلاث أناجيل المتشابهة متى ومرقس ولوقا يتكلمون يقولوا دايما الملكوت الملكوت. قديس يوحنا دايما كان يستبدل كلمة الملكوت بالحياة الأبدية. عشان كده لما نقرأ الأناجيل دايما ونقرأ الأسفار بوجه عام كلها نحطها جنب بعضها نفهمها. لما نحط المعاني جنب بعضها نفهم أكتر. فالملكوت هو الحياة الأبدية. فالكلام ده كلام الحياة الأبدية. هي كلمة الملكوت وهي كلمة الحياة الأبدية. قال عنها القديس إشعيا في نبوته في الإصحاح 55، قال كده، ربنا اللي بيتكلم الحقيقة، بيقول كما أن المطر والثلج ينزلان من السماء ليرويان الأرض ولا يرجعان، بينزلوا بيطلعوش تاني، بل يجعلان الأرض تلد وتنبت وتخرج زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سرت به نفسي وتنجح فيما أرسلتها له. كلمة بتدي حياة للأرض، بتدي قيمة للأرض، بتدي إنتاجية للأرض. أرض من غير إنتاجية تسوى إيه؟ حياة من غير إنتاجية تسوى إيه؟ زي قلتها ها؟ لكن لما يكون الأرض دي بتجيب إنتاجية، لما تكون حياتنا فيها إنتاج تبقى حاجة ليها قيمة كبيرة قوي. كلمة ربنا بتعمل مفعولها كده في حياتنا، بتخلي أرضنا أرض منتجة، بتخلي حياتنا حياة مثمرة. وزي ما كنت بقول في الأول إنه إذا كان المثلين دول، المثل بتاع الزارع بيتكرر مرتين في أحد هاتور الأول والثاني على أساس إن ده موسم الزراعة في مصر. الزراعة الروحية بقى ملهاش موسم. الزراعة الروحية دي كل يوم كل يوم، والقلب لو ما ترواش بكلمة ربنا ينشف ويحجر. ولاد ربنا حريصين على الأرض بتاعتهم، على قلبهم، إنه يكون دايما جاهز للزراعة، ونزرعه كل يوم، كل يوم نحط فيه بذار كلمة ربنا عشان يطلع كل يوم. تقول يعني الزراعة القمح بتمشي في موسم وتمشيش في موسم تاني، كلمة ربنا تمشي في إيه؟ تمشي في كل وقت، في وقت مناسب وغير مناسب. قديس بولس الرسول بيقول لتيموثاوس كده، بيقول له اكرز بالكلمة واعكف على ذلك، اعكف على ذلك يعني واظب واظب واظب، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. هيجي وقت مش عايزين يسمعوا، هيجي وقت يخشبوا كده رقبتهم ويصلبوا قلوبهم ومش عايزين يسمعوا، لكن انت ما تبطلش، ابذر كلمة ربنا. اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب معا.
وبخ انتهر عز بكل أناة وبكل تعليم. كلمة ربنا تتزرع في حياتنا كل يوم، كل يوم لازم نحرص ان احنا نزرعها. وبعدين شوية بخلاف المثل، المثل بيتكلم على أرض ثابتة، أرض ثابتة في مكانها بس مختلفة في نوعها، والزارع بيعدي يحط البزار في كل حتة. إحنا حياتنا تختلف شوية، إحنا حياتنا متحركة، إحنا اللي بناخد أرضنا نلف بيها يمين وشمال علشان نسقيها ونزرع فيها. كل واحد حسب شطارته بيلف يزرع، يفتح وعظة يسمع ويشوف ويزرع، يفتح الإنجيل ويفتح حاجة فيها شرح ويقرأ ويزرع، يفتح كتاب روحي ويزرع، يسمع عظة وهو ماشي في العربية ويزرع، بياخد الأرض بتاعته ويشبحها ويسقيها ويزرع فيها كلمة ربنا. وكل واحد صدقوني حتى لما بيجتهدش ربنا بيبعت له بذرة، حتى لما بيجتهدش ربنا برضو عمال يبعت البذار. ساعات يسمع كلمة من هنا، ساعات يسمع كلمة من هنا، بيدخل الكنيسة يسمع كلمتين. لكن الشاطر اللي ما يكونش بس كده، الشاطر اللي يلف علشان ياخد من البزار دي ويزرع كلمة ربنا في حياته، طول الوقت عمال يلف. زمان من 16 سنة كده ولا 17 سنة كنا بنعمل فيلم لسيدنا البابا شنودة، وبعتنا ناس تسجل هنا وهنا وهنا، وأنا سجلت مع ناس كتيرة. ما كملناش إنتاج، ما كملناش يعني إصدار كل أجزائه، لكن نزل منه جزئين يمكن كثير منكم شافوه، اسمه همسة حب. فالناس لما راحوا بلده اللي اتولد فيها في حتة قرية صغيرة خالص يعني أرضها تراب، اسمها سلام في محافظة أسيوط، فواحدة من قرايبه يمكن كانت بنت خالته، ست كبيرة قوي في السن، بتقول لما اتولد ومامته ماتت، بتقول بالتعبير الصعيدي كده، اخواته داروا بيه يسجوه، داروا بيه يسجوه يعني يرضعوا، يعني شوفوا اي ست يعني بترضع وترضعوا بالمرة مع عيالها. اصله طفل، هياكل ازاي ولا يشرب ازاي؟ اصله طفل. قديس بطرس الرسول بيقول لنا كده في رسالته الإصحاح الثاني، رسالته الأولى الإصحاح الثاني، يقول كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي لكي تنموا به. كل واحد يعتبر نفسه دي طفل صغير كده يلف بيه يسقيه، يسقيه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ينزل المكتبة وياخد حاجة يسمعها أو يشوفها أو يقراها، يلف يسقي نفسه، ما هو طفل صغير. هو ده، دي حياة المسيحيين كده، كأطفال مولودين الآن. الطفل طالع من المعمودية كده بالضبط، ده وضعنا كمسيحيين، نفضل طول عمرنا كده كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي لكي تنموا به. بيدوروا يشوفوا فين البزار ويلاقوا أبونا ده شاطر في البزار، يروحوا يسمعوا العظات بتاعته ويلاقوا يشوفوا ده برضه، ويشوفوا ده شطار، وطول النهار والليل عمالين إيه يزرعوا. الزرع ما هواش في موسم معين، ما هواش بس يوم الحد في الكنيسة في الوعظة اللي بنسمعها، الزرع ده كل يوم وكل ساعة، مش بس ربع ساعة بنقرأ فيها الإنجيل، كويس ده زرع كويس، لكن مش بس الربع ساعة دي، لا ده في كل وقت رايحين جايين. الأرض بتاعتنا أصلها متحرك، بتتحرك، ممكن نروح هنا وهنا ونفتح، والزرع بقى النهاردة متاح في كل حتة، متاح. الزرع الروحي مش زي زمان، يعني أيام مثلا أيام شعب إسرائيل قبل صموئيل، الوضع كان صعب خالص، كان يحزن، يعني يحزن، يقول لك كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، لم تكن رؤيا كثيرة. كانت كلمة الرب عزيزة طبعا مش عشان ربنا بخيل،
كانت كلمة الرب عزيزة علشان ما فيش حد بيستقبل. ربنا بيبعت لك إن الأرض ما بتجيبش، أرض متداسة، بتأتي طيور السماء وتخطف البزار. ربنا بيرسل بس ما فيش حد بيستقبل، فكانت كلمة الرب عزيزة. ويقول بعدها وقبل أن ينطفئ سراج إسرائيل، إن كلمة ربنا دي هي اللي بتنور. فقبل أن ينطفئ سراج إسرائيل عاد الرب يتراءى في شيلوه. شيلوه دي المنطقة اللي كان فيها خيمة الاجتماع، وكان بدأ صموئيل ينمو، كان طفل طبعا عن 3 سنين لما مامته جابته، وبعد كده بدأ ينمو وبدأ ربنا يكلمه. قبل أن ينطفئ سراج إسرائيل عاد الرب يتراءى. ربنا عايز واحد كده يلقط النور وينور، يلقط النور وينور للناس، لكن ما فيش ولا واحد بيعد شمعته علشان تنور، فيش واحد بيعد أرضه علشان تجيب ثمر وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل. تحصل مجاعة، تحصل مجاعة، ده ما فيش حد بيستقبل كلمة ربنا وما فيش ثمر، تحصل مجاعة. شطرتنا ان احنا نستقبل البذرة ونحفظها في قلب جيد صالح، زي ما كان في قلنا الأسبوع اللي فات في إنجيل لوقا، يحفظها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. طب والثمرة لما تطلع يحصل ايه؟ دي الثمرة دي اولا طعمها حلو فالناس تفرح بيها وتشبع بيها، ثانيا فيها بذور جديدة. تلاقي الشخص لما يشبع من كلمة ربنا يدي كلمة ربنا للي حواليه، يزيع. تلاقي الست رايحة لجوزها تقول له ده أنا سمعت حاجة النهاردة على الآب بتاع أبونا داود. النهاردة اللي معاه سمارت فون والأغلبية معاهم هيلاقي أبس فيها آلاف العظات، مش عايز أقول عشرات الآلاف من العظات، ومش بس عظات، في كده مثلا 5 دقائق كده كلمة متاخدة من وعظة، 5 دقائق بس مركزين جدا. تروح تقول لجوزها ايه ده، بص انا سمعت حاجة جميلة، ده قال فكرة جميلة قوي قوي، ويشاركوا فيها مع بعض. الله، البذرة الثمرة مليانة بذر جديد. طب حلو، مليانة. طب حلو، حرك مني الاصل ما هو الصور الجديدة. اهلا وسهلا بيك، اهلا بيك. الثمرة فيها بذر جديد، بمعنى ان الانسان لما ارضه بتبقى بتستقبل البذرة وبتجيب ثمر، فالثمر ده يولد بذر جديد لخدمة الملكوت، بذار جديدة، كلمة الملكوت. تلاقي الواحد بدأ تجري كلمة ربنا على بقه. زمان كان يقعد في وسط الناس ما معرفش يتكلم غير اوه بصوا الموديل الجديد بتاع المطابخ دي، وفي السياسة اوباما عمل ايه وقال ايه، والفوتبول الامريكان فوتبول بيعملوا ايه، واصناف اللبس واصناف الاكل والحاجات اللي نازل عليها ديسكاونت. هو ده بس الحاجه من فضلة القلب يتكلم الفم، ده يعني ده الكلام اللي هو اللي ما فيهوش خطيه، يعني الا اذا دخلنا بقى في سيره ناس وادنا وكده. اول ما الانسان كلمه ربنا تبتدي تظهر كده في قلبه، بدأ يطلع كلام ربنا، وبدأ بدل ما يتكلم في كلام فاضي ملوش معنى، بدأ يتكلم كلام ربنا الحلو، ويتكلم في سير القديسين اللي هم عاشوا الكلمة وكانت حياتهم مليانة ثمار وأقوالهم الحلوة، ونبتدي الإنسان يتغذى ويكون سبب بركة لكثيرين. الأرض بتاعتنا دي مسؤوليتنا، مسؤوليتنا إن احنا نتحرك ونزرع كل يوم كلمة الله، زرعها يكون في وقت مناسب وغير مناسب، في كل وقت، في كل وقت. ما نصدق نسمع وعظة، ما نصدق نشوف اجتماع فيه درس إنجيل، بيعملوا اجتماع يوم الثلاث، طب أنا أجيش ليه؟ ما أنا أقدر أجي يوم الثلاث الصبح. بيعملوا اجتماع يوم الأربع بعد القداس، خلاص أنا أحضر القداس وأحضر الاجتماع. في اجتماع يوم الجمعة ضروري أجي، في كلمة ربنا، في حاجة على طول أخذ نفسي وأجري علشان خاطر أزرع كلمة ربنا. طبعا مع الحرص إن أنا ما يدخلش في حياتي بزار شوك، هم، غرور، شهوات. دي الشوك بزار بتبقى صغيرة كده بس خطيرة، لو سبناها تكبر وتخنق كل كلمة إحنا بنسمعها.
كل بذرة من بذار الملكوت اللي بتنزل على حياتنا، وأيضا نكون واعيين إن إحنا ما نكسلش في إن إحنا نروي حياتنا بكلمة ربنا كل يوم، لئلا تنشف أرضنا وتتكون طبقات صخرية وبعدين نيجي نزرع تاني الأرض ما بتجيبش. كل ما نزرع حاجة تنبت شوية وتتحرق، دي شرحناها الأسبوع اللي فات. ليه؟ لأن الأرض ناشفة خالص من جوه محجرة، لأن إحنا أهملناها سبناها مدة طويلة من غير ما نزرع فيها. ربنا يدينا كده إن تكون أرضنا أرض مثمرة مستعدة دايما ومجتهدة دايما إن يتزرع فيها كلمة ربنا، ونهتم كده إن كلمة ربنا هي اللي تدينا قيمة، تدينا إنتاجية، وتدينا ثمر وبركة لحياتنا. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. يا ربنا يسوع المسيح، من كل قلوبنا نشكرك على محبتك وسخائك في كلامك المحيي اللي انت بتزرعه في حياتنا. نشكرك يا رب لأنك انت جيت عشان تجدد حياتنا مرة أخرى بكلامك المحيي. نشكرك يا رب لأنك عطتنا ان احنا نكون مغروسين في كنيستك المقدسة، نتروي دايما بالتعاليم المحيية، نتروي يا رب بالأسرار المقدسة، نتروي بتسبيحك، نتروي أيضا يا رب بعمل روحك القدوس فينا باستمرار. يا رب يسوع أعطينا دايما أن احنا نكون أرض مثمرة، وما يكونش الزرع اللي بيزرع في حياتنا ده دينون علينا، لكن يكون سبب غنى وبركة وثمر متكاثر لمجد اسمك في حياتنا. بارك كنيستك وشعبك، بارك يا ربي موسم الصوم اللي جاي، أعطينا يا ربي فيه ثمر روحي في حياتنا، أعطينا أن احنا نتغذى بالروح ولا يكون الصوم بس ضبط للجسد لكن اهتمام بالروح وتغذية للروح. ثبتنا فيك يا رب، ادينا نصرة على كل قوة عدو الخير وحيله، أعطينا يا ربي أن احنا نسير في طريقك نتبعك حيثما تذهب بنا، من أجل شفاعة أمنا الست العذراء، من أجل بركة كروزنا ماري مرقس، من أجل بركة القديس ماري مينا العجيبي، وبركة كل مصافي الملائكة والقديسين. استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. روحك أيضا. يوم الخميس الجاي.